ان يكون عمرك في الثلاثينات وبعدك في البيت وبعدك يا ستاك في بيت امك الشيء بنمشيها الامور طيبه، لكن تكون فاشل ايضا في حياتك الشيء هذا ما نتقبله. اهتم في صحتك. خلوني اوضح لكم عن شخص وزنه تقريبا 600 باوند، ما شاء الله حبيبي، يروح الصاله كل دايت، يقول لك اول ما انش قبل ما افرش اسناني افكر شو اطلب في الريوق على الفطور. اول مره اشوف انسان يطلب فطور من برا، هو طبعا مع كل احترامي بس اول مره اشوف انسان يطلب فطور. كيف تطلب فطور؟ الفطور موجود في البيت، بيض، فول، خبز، حليب، براتا، كرك، كيمة. لا، الحبيب بيطلب. I wake up in the morning time. The first thing I do before I even brush my teeth. Good morning, how you doing? I'm calling to put in an order for breakfast this morning, please. I got a look or whatever service I need. Do what I'm going to order for breakfast. That's the first thing I do. All right, can I get the 2 slices of steakhouse premium pancake? الريال هذا أول ما نش قرر إنه يطلب كل شيء لقائمة المطعم حق الفطور. يعني والله ما أعرف شو أقول، الله يهديك. بس أنت لازم تطلب كل دمبل موجود في الصالة. حاطين الكاميرا في مكان غلط، والله إن رجع الفيديو. إيه نعم، حاطين الكاميرا في مكان غلط، غلط في غلط، ما أرضاها حبيبي. هذا هذا إجرام اللي أنتوا تسوونه. I get anxious even though the food don't take long. أغلبية الناس نفسنا بنطلع من البيت عشان نتأكد توصيل الأكل وصل بعد يعني تقول ربع ساعة إلى 20 دقيقة. الريال هذا توه متصل، توه وأول ما قفل التلفون بعد الطلبية راح عند الباب يشوف إذا الطلبية وصلت ولا لا. يا حبيبي تري شوي، خلهم يطبخون لك الأكل. Food just takes away the pain. It takes away all the guilt. It takes away all the issues. You know the food. الريال هذا طلب أكل يكفي لخمس عوائل وقرر أنه يأكله بنفسه. أنا اليوم قمت وقررت أني أكل القائمة بكبرها، قائمة ما مخلي شيء في قائمة المطعم. It gives me everything I want, but there's nothing worse than coming to an end of a meal. So when breakfast is over, then I'm already thinking about it. يقول لك الريال هذا بدون إحساس ولا ضمير وهو يتناول الفطور يفكر عن الغداء، أثناء تناوله للفطور يفكر في الغداء. الله يغربل، الله يخلص الأكل اللي قدامك اللي طالبنا حق خمس عوائل أول شيء وبعدين فكر في الغداء. يقول أول ما انتهي من الفطور على طول أفكر شو أتغدى. انت حجمك حجم الكرة الارضية، حجم دولة، بعد تفكر شو تتغدى؟ حبيبي انت مخلص القائمة على المطعم، انت المفروض تخزن هالاكل لثلاث اسابيع وياس تفكر في الغداء. يقول حق امه اني انا مسوي دايت وخففت من اكلي عشان ابغى اخف وزني. امه ياس طالعة بطريقة من صدمة، انت توك طالب قائمة المطعم عم بكبره حق الفطور وأثناء الأكل ياس تفكر في الغداء، وعندك الضمير، عندك الجرأة أن تقول لأمك أني أنا بديت يعني أرتب جدول تغذية؟ أنت بحجمك حجم دولة، أي تغذية ستتكلم عنها؟ إذا أنت تعتبر هذا دايت اللي توك سويته، أنت شو كنت تأكل يوم أنت ما كنت دايت؟ خبرني. لحم فيل؟ شوفوا يا جماعة لا تفهموني غلط، أنا أعرف أن في إدمان الأكل بس لازم يكون في مرحلة أنك أنت تنش الصبح وتشوف عمرك في المرايا أنك بحجم دولة وحجم فيل. يوم تنش من الرقاد وتشوف أن أنت حجم دغم في المرايا لازم تفكر أنه أوكي أنا لازم أتغير، خلاص أنا لازم أتغير، لازم أسوي شيء بحياتي. أنت حاليا على حجم دولة، أنت مش مضطر أن انت حاليا على حجم دولة، انت مش مضطر انك تنتظر عشان تكون حجم كوكب ثاني عشان تفكر انه خلاص ابغى اغير حياتي. تقدر تغير حياتك وانت بحجم دولة. Selfish, because it's gonna be a hard experience for me. مع كل احترامي له عايش في الشقة يعني يقدر يصرف على شقة ما فيها أسانسير فيها درج، انت ليش تخلي
تخلي عمرك توصل لهالمرحلة انك انت تعرف ان البيت اللي انت ساكن فيه ما ترب تنزل فيه. مشى بس خطوتين وخلاص تعب الحبيب، تعب مشى خطوتين تعب ما في. وهو جالس على السلم الخشبي، انا اعرف اذا انا مكان السلم انا اصيح، انا ابكي واصارخ للمساعد. مشى اربع خطوات ومره ثانيه استسلم. هذا ما في لاي فايده، الانسان بالتحديد اللي تقول لنا ما في اي فايده له في هالعالم هذا هو. We just been able to roll into Dr. Now's place. It's taken a total of 3 days, but I pretty much was able to do what I planned. تلاحظون يا جماعة أن الريال مضطر أنه يروح من مكان لمكان في باص سيارة حجمها كبير نفس الفور ويل. إذا هو طلب أوبر ولا وقف تاكسي هو يعرف أنه هو بنفسه أكبر من حجم السيارة، فمستحيل يعني لازم يبون له شاحنة ولا باص خاص عشان يروح من مكان لآخر. I wouldn't have come all this way if I hadn't prepared myself to do that. أنا ياس أشوف ريوله وهو ياس يتمشى، أنتوا تظنون أن هذا يغسل ريوله؟ أنا أقول لكم مستحيل، لأن مستحيل بهالحجم توصل لريولك، بتسبح وأنت وايد أماكن ما بتغسلها. جيمس. تلاحظون شو حجم الريال هذا وهو يالس مب مرتاح، يعني لاحظوا كيف قام، لاحظوا مرة ثانية كيف قام، استخدم جسمه كامل بس عشان يوقف على ريوله. انت منو قال لك انك توصل عمرك لهالمرحلة في حياتك انك تدمر عمرك؟ حبيبي شو ناقصنك كل وجبة وجبتين في اليوم، يطلب لي قائمة المطعم، اي قائمة، يطلب لي مخزن المطعم حق الفطور يودة. حط الدغم هذا على ميزان ما يبيعونه مكان ثاني، هالميزان ممنوع يترخص في المحلات، هالميزان بس في مستشفيات خاصة، وما شاء الله وزنه 625، أنا ما أعرف إذا هذا وزن ولا لتر بنزين. شفتوا كيف نزل من الميزان؟ اشتغل وسوى مجهود عشان ينزل من الميزان. هو بس قام من مكانه واستخدم جسمه وراح على الميزان ونزل وهو اوريدي عرقان، الريال عرقان. ها مره ثانيه استخدم جسمه كامل عشان يقوم، تقول اندرتيكر نش مو بانسان عادي. With my weight where it is, it's a lot on me. لا تقولون البرنامج هذا مو بمحترفين، البرنامج هذا تأكدوا ان المستشفى يكون فاضي عشان الشخص هذا يقدر يمشي في الممر، ماشي في الممر تقول اربع اشخاص ماشيين. Scene. All we know is James had lost a total of 119 pounds and qualified for the surgery to take off some additional weight, but given that he doesn't have any social. وبعدين يلعب لك في اليوم خمس دقائق كرة سلة عشان ينزل وزنه. حبيبي لو انت تلعب خمس ساعات وتقوم الصبح وتطلب لك مخزن المطعم بكبرة عشان المطعم خلاص يسكرون وانت تربعهم، لو تموت ما بتطلع. حبيبي ضعف نظام غذائي، النظام اللي انت تسويه موت، اهتم بنفسك ترى بتعيش مرة، اتأكد ان هالمرة تعيش وانت ناجح وانت فت. شوفوا يا جماعة الخير انا ما اقول ان الادمان في الاكل غلط، يا حبيبي كل مو بمشكلة، نحن نسوي دايت تمام، نسوي دايت ويوم نفتح في الشهر مرة او في الشهرين مرة نحس بلذة الاكل. انت كيف الاكل كل يوم لك لذيذ وانت تاكله يوميا؟ فهمني، انا احب الاكل واموت في المعجنات والبيتزا والبرجر، بس يا اخي في ليمت يا حبيبي، في ليمت، نبغى نعضل، نبغى نضعف، نبغى جسمنا يكون فت. يا حبيبي يوم جسمك يكون فت وانت تدخل مكان الناس يحترمونك، وين بتحصل احترام اذا تجوف فيل داش؟ والله اعطيك جارنتي 100% اذا ما حشوا فيك، بيحشون فيك حش ليه ما تقول بس. انا دورت على حساب الريال هذا لكن ما حصلت حسابه، ما ادري اذا نزل وزن، هل سوى عمليه تكميم اللي هو غلط اصلا، هل سوى رياضه، والله ما ادري. شويه اهتمام يا جماعه، والله شويه اهتمام في الجسم، يعني لا تحرموا اعماركم، كلوا. كلوا خبز، كلوا بيتزا، كلوا برجر، بس شوية اهتمام، مو بيعني توصلون عمركم لمرحلة أنت على حجم دولة، نفس ما قلت لكم مش مضطر أن توصل حجم كوكب عشان تفكر أن تغير عمرك، تقدر تغير عمرك الحين وأنت تتابع هالفيديو تقول خلاص أنا من اليوم ورايح بغير حياتي، ليش؟ لأني شفت مقطع
والناس تكلموا عن المقطع ما بأكون الشخص اللي يتكلمون عني، أبغى يتكلمون عني وأنا ناجح أو ناجحة. طبعا يا جماعة انتهينا من فقرة الفيديو اليوم، وإذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى زر الاشتراك، وإذا عجبك الفيديو أبغى زر لايك، ولا تنسى تشغل جرس الإشعارات عشان يوصلك الفيديو أول بأول، لأني أنزل فيديوهات طويلة كل أحد وفيديوهات شورتس مرتين يوميا بلا توقف. جيش بيست البحري تحية لكم، أبشروا وكفوا عليكم. أبغى أشكركم لوقتكم الثمين، انشر الفيديو هذا لصاحبك عشان يستفيد وما يصير كوكب. كان معاكم بيست البحري، والآن أستأذن منكم، God bless، ويقولكم نشوفكم على خير.